صراحة الفريق خضع واحد التغيير تقريبا ديال واحد تقريبا ديال واحد 60% من ناحية ديال اللاعبين، لأن كنت نشوفوا اللاعبين ديال العام اللي فات ماشي هما العام، والفريق جاب لعابة أخرين اللي تاهما في المستوى، وإن شاء الله هذا العام غادي نكونوا إن شاء الله أحسن من العام اللي فات. والله احنا زي ما انت قلت احنا عندنا لعيبه كبار في الفرقه، وعندنا فرقه الناس كلها متوقعه انها تكون بقت في اول سته او في اول خمسه في الدوري الانجليزي، لكن انا شايف ان احنا لازم نشتغل جامد ولازم يعني نتعب الفتره اللي جايه دي ونحقق نتائج كويسه لو عايزين فعلا نبقى موجودين في اول الخمسه او اول اربعه، لان زي ما انت قلت احنا عندنا الكواليتي او عندنا الامكانيات لكن لازم نشتغل عليها. والحمد لله احنا هنا مركزين كلنا ان احنا نعمل حاجه كويسه، لان النادي توتنهام نادي ليه تاريخ عريق لكن بقاله فتره كبيره ما وصلش في البطولات الاوروبيه، فنتمنى ان احنا السيزون ده نكون يعني على ايد اللعيبه اللي موجودين دول المميزين دول وعلى ايد الجهاز والناس الموجوده ان احنا باذن الله نقدر نوصل لاوروبا السنه الجايه باذن الله. الكرة الإنجليزية صراحة الكرة نظيفة وبيا أورغانيزي منظمة بزاف، واللي عجبني هنا بزاف هي ديك اللعبة صراحة ما كيلعبوا معقول، ماشي ما عندهمش واحد ما كيخدعوش، وبالنسبة للجمهور أحسن جمهور اللي عشت معاه صراحة وكيساعد الفريق حتى للنهاية. والله احنا يعني كل الناس عارفين في مصر وكل الناس عارفه ان احنا عشان لو عايزين نوصل كاس عالم لازم نصلح حاجات كتير، مش هتكلم بقى على ديتيلز معينه او ايه الحاجات اللي هنصلحها لان يعني المسؤولين عارفين اكتر مني والمسؤولين عارفين كويس ايه الحاجات اللي احنا عايزين نصلحها، لكن بالنظام الموجود حاليا صعب ان انت توصل كاس عالم، ولو النظام ده ما اتغيرش التصفيات اللي جايه مش توصل كاس عالم واللي بعديها مش توصل كاس عالم.